إن الأضواء الطلائعية التي يلعبها التجمع الوطني الأحرار للمساهمة في رسم مغرب التقدم والكرامة هي نتيجة طبيعية للاصطفاف المستمر لمناضليه ووقوفهم إلى جانب القضايا اليومية للمواطنين والإجابة على أسئلتهم المطروحة والحفاظ على مكانة الحزب كفاعل في التحول الديمقراطي والاجتماعي التي تعرفه بلادنا. وفي هذا الإطار كتجد الإشادة بمنتخبي الأحرار وكافة هياكل التنظيمية والموازية التي كان لها بإشراف من المنسقين الجهويين والمحليين ضوء هام في النتائج المحصلة وينتظرها ضوء أهم في المحطات القادمة. فالجميع مدعو للانخراط في دينامية الأحرار ومواصلة العمل داخل الميدان تكريسا لسياسة القرب التي تميز عملنا. فالحزب يجدد التعبئة ويشكل من تنظيماته الحزبية والموازية مجالا لعمل القواعد حتى يتأتى تأطير نضالها السياسي الذي يشكل قوة اقتراحية وترافعية ناجحة.